السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم واحد اللطه ديال الحوت السردين. كيجي زوين واقتصادي وكيجي روعه، واحد اللذه ما نعاودلكمش. اذا خليكم معايا. عندي هنايا الحوت السردين نقي وحيد له السنسول، عندي الفلفله الحمراء والخضراء، وعندي مطيشه دوائر، وهنايا حضرت الشرموله من قبل فيها القزبر والمعنوس والملحه والتحميره وشويه ديال الكمون وشويه ديال الفلفل الحار السودانيه ومليحه والزيت النباتيه زيت المائده وزيت الزيتون. صافي، هذه هي الشرموله اللي غادي نشرم الحوت. نبداو على بركة الله. ناخذ اللاطه فين غادي ندير الحوت. غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، واحد شويه صافي. غادي نستفيها هذا شويه ديال الفلفل، بسم الله. كتجي هاد اللقطه ديال الحوت تجي زوينه ولذيذه ودغيا كتوجد. الا جربتوها راه غتعجبكم. ندير شويه ونخلي عاوتاني شويه من فوق الحوت. صافي، دابا غادي نشرمل الحوت. بسم الله. شرم الحوت مزيان صافي، ونحطها هنايا نستفها. الشرموله هذه كتجي زوينه ولذيذه. نكحز لكم باش تشوفوا معايا. هكا كيجي الحوت حسن من مقلي، كيجي في الفران نوعه مرة 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 بالخضرة.
كل مرة باش نديرو. صافي دابا غادي نستف هذيك الفلفله ومطيشه وهاد الشرموله نخليها من بعد. صافي ندير هاد المطيشة هنايا. دابا غنزيد هاد الشرمولة اللي بقات غادي نزيدها. دابا غنزيد هاد الشرمولة من فوق غنزيد عليها واحد شوية ديال الماء غير شوية. زدتي شويه ديال الماء ماشي بزاف. ندير الماء الفوق صافي. دابا من بعد ما درت له شرموله من الفوق دابا غنديه الفران. راني شعلته من قبل غير من التحت حتى يطيب الحوت. سر ديال راه دغيا تيطيب يعني غير الفلفله اللي طيب لنا وهذيك مطيشه. صافي وعاد نشعل عليه من الفوق. اذا نخليكم معايا باش تشوفوا هاد اللطه ديال السردين اللي غادي تجي ان شاء الله زوينه ومش اكيد غادي تعجبكم. اذا نخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. هذه لطه الحوت اللي حضرت معاكم بعد ما طابت هانتوما كتشوفوا كيجي زوين ولذيذ. نتمنى يعجبكم ونتمنى ايضا تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. وتلقاوني فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.